نعم وصلوا إلى بورنو وجدوا أن هذه القبائل العربية سبقت سكنوا معها سكنوا معها سكنوا معها وأقطعنا أراضي وعائلتنا انقسمت بعد تغيرات سياسية حصلت أن رابح بن فضل الله هذا غزا البلاد من السودان نعم وكان أحد أجدادنا انضم إليه وحارب معه نعم ثم بعد ذلك حصل انفصال بينه وبين جدنا نعم. و